دفعنا أيضا بقانون الجمعيات الأهلية 48 ألف مؤسسة أهلية ومن مجتمع الأهلي ومنظماته، 48 ألف جمعية بهم منظمات وجمعيات فاعلة، وينتظرون أيضا صدور قانون الجمعيات الأهلية. أنا بطمن أيضا هذا القطاع بأن هذا القانون تم تقديم مسودة وفي انتظار إحالة هذا القانون إلى المجلس، لكن زي ما قلت لحضرتك في أرض الواقع تم الاهتمام بالفئات المهمشة، وفتحت اللجنة أيضا أبواب المجلس إلى أصحاب الكوارث. عندما كان هناك حريق الموسكي تم استدعاء أيضا أصحاب الشأن، وتم التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي في يعني صرف التعويضات، وإن كان الأمر يعني أحيانا بنطلب فيه أكثر من ذلك بكثير، لأن حضرتك التجار الموجودين مثلا في هذه المنطقة البعض بسيط وكان يحتاج إلى إعانة مادية، والبعض كان من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة وكان بيطلب إن البنك يعطي له تسهيلات حتى يستطيع أن يزاول نشاطه من جديد أيضا.